فقرتنا دلوقتي هنتكلم فيها عن السعي والعمل. السعي والعمل هو ده دور الرئيسي للإنسان عشان إعمار الأرض والحفاظ على مقدراتها، ومن خلال إتقان العمل بتقوم الحضارات والمجتمعات المتقدمة. طبعا عشان كده كل الشرائع السماوية دايما بتدعو الناس إلى السعي على الرزق وإتقان العمل، لأن ده بكل تأكيد بينعكس على حياة الناس وحياة المجتمعات بشكل عام. خلونا نرحب في فقرتنا النهارده بضيفنا اللي منورنا في استوديو صباح الخير يا مصر، الشيخ معاذ شلبي، عضو مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونيه. صباح الخير عليك. صباح النور. يا اهلا. يا اهلا بيك، منورنا. ربنا يبارك فيكم يا رب. في البدايه عايزين نوضح للناس ايه هو مفهوم السعي. بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على سيدنا مولانا رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه وبعد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم له حديث رائع بيبين لنا معنى السعي، بيقول فيه: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. ربنا بيضرب لينا مثل في التوكل بالطير. الطير اللي لما بيطلع الصبح هي بتطلع تطير. إيه راح فين؟ هتعمل إيه؟ هتطلب الرزق إزاي؟ كل ده مش في حساباتها. في حساباتها أنها تعمل إيه دلوقتي؟ تسعى. هو ده السعي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سمى ايه؟ سمى توكل، او سمى حق التوكل على الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى في سياق الكلام عن العمل وأهمية العمل قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ربنا سبحانه وتعالى هيئ الأرض دي ان احنا نتحرك فيها. بالمفهوم اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قاله على الطير ده، مطلوب مننا ايه؟ نتحرك ونسعى ونتعبد الله سبحانه وتعالى بالعمل. طب النتائج، طب هنوصل لايه، طب هنعمل ايه، طب لو انا بذلت دوت هوصل ولا مش هوصل، دي كلها حساباتنا احنا، حسابات ربنا سبحانه وتعالى. ان لا نضيع اجر من احسن عمله. احسن العمل، اعمل اللي عليك، ربنا سبحانه وتعالى يعينك ويهديك وييسر لك كل امر ان شاء الله. ان شاء الله. طيب خليني اسال حضرتك، في يمكن الناس دايما باللغه البسيطه كده بتقول اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. في ناس بتعترض احيانا على الجمله دي، في ناس بتشوفها انه السعي لازم حتى لو في مجهود، حتى لو ملوش علاقه بنوع دراستك او لازم طول الوقت تبتدي تعمل حاجه عشان حتى يعني حفظ ماء الوجه زي ما بيقولوا. حضرتك شايف انه هذه الجمله اسعى يا عبد وانا اسعى معاك دي، حضرتك مع الفريق اللي بيعترض عليها، هل هي صح، هل هي غلط، هل هي موروث، هل هي موروث اكتر ثقافي، شايف حضرتك ايه؟ اكيد اللي بيعمل اللي عليه بيلاقي ربنا سبحانه وتعالى معاه. الانسان لو مش بياخد بالاسباب، سنن ربنا الكونيه مش بتحابي حد، لازم في الاول وفي الاخر كل حد يعمل اللي عليه، وبعدين بقى يجي توفيق ربنا، لان اول خطوه دايما من عندنا احنا. اول خطوه: يعلم الله في قلوبكم ايه خيرا يؤتكم خيرا. يبقى في البدايه في خطوه عليا انا لازم اعملها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم في المعنى اللي حضرتك بتقوليه دوت. انا معايا مثلا شهاده كذا، او ازاي اشتغل الشغلانه دي رغم ان انا ممكن اشتغل حاجه افضل منها فخليني قاعد. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للمجتمع، او بيربي المجتمع وبيربي كمان مجتمعنا وكل المجتمعات في كل زمان ومكان، بيقول ايه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيقول: لن ياخذ احدكم حبلا فيحتطب خير له من ان ياتي احدا فيعطيه او يمنعه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيتكلم على شغلانه اسمها الانسان يلم حطب او يجمع حطب. طب ايه اشمعنى الشغلانه دي، واشمعنى النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيها المثل؟ اولا الشغلانه ديت محفوفه بالمخاطر. هطلع في الجبال والصحراء واروح للاماكن اللي فيها حطب وبتاع، ممكن الاقي فيها احدى الزواحف ممكن يصيبني منها اذى، فالمخاطر فيها كبيره والمشقه فيها كبيره، شمس وحر وصحراء. طيب العائد اللي هيعود عليا ايه بقى من جمع الحطب دوت؟ عائد زهيد جدا. يعني هي شغلانه مخاطرها كبيره والعائد بتاعها قليل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انك تشتغلها تعف نفسك عن سؤال الناس، تعف بيتك عن سؤال الناس، ده افضل من انك تروح تسال حد اداك او لا. وفي روايه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واليد العليا خير من اليد السفلى. يعني اليد العليا اي المعطيه خير من اليد السفلى اي الاخذه. وابدا بمن تعول.
يعني خد بالك من الناس اللي انت واجب عليك نفقتهم، ابدأ بيهم يعني اكفيهم شر هذه المسألة. وفي حديث تاني يوضح المعنى، يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وخير دينار الدينار الذي تنفقه على أهلك. يعني ده خير الصدقات، خير الأموال الإنسان ممكن ينفقها فوق أو قبل أولى بالمعروف أو قبل كمان في سبيل الله. لا مش بس كده، ده نفقتهم واجبة عليه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول دي أفضل الصدقات عند ربنا سبحانه وتعالى. طيب شيخ معاذ، في بعض الناس بيسعى وبياخد بالأسباب زي ما حضرتك ذكرت، لكنه لم تهيأ له أسباب الرزق، أو حتى الآن يعني لسه رزقه ما جاش أوانه زي ما بنقول، فبيحبط. ده ممكن تقول له إيه؟ هنقول إيه لكل مجتهد نصيب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ما أكل أحد طعاما قط خيرا له من أن يأكل من عمل يده. وراح قال لنا، ضرب مثل بسيدنا مين؟ سيدنا داود. إن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. طب اشمعنا سيدنا داود؟ سيدنا داود أتاه الله الملك، أتاه الله الحكم، يعني مش محتاج يشتغل صحلة، ومع هذا كان يأكل منين؟ من عمل يده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب هذا المثل عشان احنا كمان ناخد بالأسباب، واحنا كمان محدش فينا يقبل إنه هو يعيش من غير ما يعمل حاجة نافعة ينفع بها نفسه وينفع بها مجتمع. طيب الفرصة لم تأتي بعد، خلي بالك الفرص بتيجي للي عمل اللي عليه. الفرص بتيجي للي بيجتهد. الحتة دي ما فيهاش حظ قوي. الحظ ده احنا بنقوله كده يعني لو احنا ما نعرفش السبب، بس ما فيش مجتهد إلا ولقى الحظ معاه، يعني مجازا لو سميناه حظ، إلا ولقى في الحقيقة بقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى معاه. وكلامنا مع الشباب، كلام حضرتك وكلام حضرتك صحيح، احنا بنقابل الشباب ونتحدث معاهم. الأزهر الشريف، كنتوا حضراتكم بتتكلموا من شوية على معرض الكتاب، وفي جناح الأزهر وفي ركن الفتوى، نخاطب الناس ونتكلم مع الشباب ونستمع لمثل هذه الكلمات. الأزهر ليه دور توعوي كبير جدا عشان يرسخ معاني شبه كده، اعمل اللي عليك، اسعى، خليك إيجابي، ما تنظرش للنتائج القريبة السريعة وخلاص، ما تقعدش من غير شغل أصلا ما فيش حاجة مناسبة. الدين مش مع كده، الدين مع السعي ومع العمل. حتى في الكليات العلمية زي كلية الدعوة الإسلامية هتدشن مؤتمر في الشراكة الأزهرية لصناعة وعي فكري صحيح عشان نحصن الوعي الفكري من كل ما يعني يأخذ من قيمة المجتمع، ونحصن الوعي ونصحح المفاهيم. الأزهر قام بدور كبير جدا لأن الوعي في منتهى الأهمية. الوعي سليم هتلاقي التحرك والعمل إيجابي وسليم. طبعا السعي في حد ذاته فيه أحيانا البعض ممكن ما يكونش مستوعب معنى صح. في البعض بيبقى ممكن شايف أنه يسعى بمعنى أنه يبقى شوية، خليني برضه أقولها باللغة البسيطة، خبيث، أنه يقفز على المواقف، أنه يستسهل، أنه طول الوقت يحاول يعني يحاول ان هو يعمل مواقف مثلا مش لطيفه عشان ده بالنسبه له من مفهومه ومن وجهه نظره ان ده سعي وانا لازم الحق واجري واسبق بطرق يعني الدين لا يحث عليها. حضرتك شايف فعلا هل ده سعي ام ده يؤخذ على الشخص؟ سؤال رائع. ليه بقى؟ لان احنا كده بنوزنها. احنا قلنا طرف النقيض الاولاني تعالى ما نعملش حاجه خالص، طرف النقيض الثاني تعالى بقى ايه ناخد من الحلال ومن الحرام وباي سبيل من غير شرف ومن غير قيم، كلاهما مرفوض. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم على النموذج ده بالمناسبه لما قال ان روح القدس اللي هو سيدنا جبريل نفث في روعي انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها. وبعدين فاتقوا الله واجملوا في الطلب. لما يجي حد يطلب الرزق يطلبه ايه؟ باعتدال، يطلبه بوسطيه، يطلبه بقيم الاسلام وبتعاليم الاسلام. ولا يحملن، دي بقى الوصية، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق، ده أنا بسعى وبسعى ومش لاقي، أو الرزق مش جاي برضو، على أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ما يقولش ده أنا مضطر مثلا؟ لا طبعا ما يقولش ده أنا مضطر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ بيقول الرزق ده في إيد مين؟ في إيد ربنا سبحانه وتعالى. طبعا. أنا عايز حاجة من ربنا أطلبها بالمعصية، ربنا سبحانه وتعالى يديها لي؟ طبعا مش يديها لي. ولو أنا خدتها هيبارك لي فيها؟ مش هيبارك لي فيها. فلا بد ايوه العمل، ولكن مع الحفاظ على دين وقيم الدين والحفاظ على قيم واعراف
المجتمع والحفاظ على الأخلاق. في ناس يا فندم بتشوف إنه دي مصلحتي وأنا لازم أسبق، يعني في ناس ممكن تحسبها بالشكل ده. ما هو حساباته ديت الشرع عالجها، حساباته دي الشرع وجهه فيها، أنت كده ما اسمكش نجحت، ما اسمكش كسبت. لو أنت كسبت على أنقاض الفضائل وعلى القيم، طب ما أنت بقيت إنسان سيء. ما نفعك ما جمعت من الأموال، ما نفعك، ما نفعك ما حصلت من المكاسب أو من المناصب، كل ده في الدنيا لا يساوي شيء إلا أن يحافظ الإنسان على دينه وعلى أخلاقه وعلى قلبه وعلى مبادئه. إلا النجاح ما يبقاش ليه قيمة طبعا. إذا لم يكن نجاحا بشرف، ما قيمة هذا النجاح؟ طيب، وإحنا بنتكلم عن السعي وإتقان العمل، إيه الفوائد اللي ممكن تعود على الشخص من إتقان العمل؟ على الشخص نفسه أن هو يبقى عمل طاعة عظيمة لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله كتب الإحسان في كل شيء. لما الواحد يجي يعمل أي حاجة يتقنها، يعملها صح. ويمكن كتير مننا النهاردة بيعاني لما بيبقى هو ما يعرفش في حاجة، فيجي حد يعملها له، فيعملها له أي حاجة في أي كلام. فيستشعر قيمة إن إزاي، قد إيه مهم إن كل حد يحسن شيء يتقنه، ويفهم هذا الحديث، ويفهم معنى الإحسان اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول. يبقى أول حاجة هي طاعة لله سبحانه وتعالى. تاني حاجة قول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، قيمة كل امرئ ما يحسنه. أنا بعرف أعمل إيه، دي قيمتي، دي قيمتي، بعرف أعمل إيه لحد فين، قد إيه، كام في المية متميز فيها ولا مني كتير، فقيمتي دي قيمتي. كل واحد بيختار قيمته، بيختار هو فين عند الناس وعند ربنا سبحانه وتعالى قبل الناس طبعا. طيب، أداء العمل كمان في وقته المحدد، شايف حضرتك إنه ده من، خلينا نقول برضو يعني يندرج تحت فكرة إتقان العمل ومهم، ولأي مدى كمان فكرة أداء العمل في وقته المحدد؟ في ناس ممكن تأجل مثلا بعض الأعمال اللي عندها يوم تاني، تقول مش مشكلة، في بعض حتى يمكن المصالح ممكن تتعطل، ده حضرتك بتشوفه إزاي؟ لا، هو مش من إتقان العمل، هو من الحلال والحرام. بمعنى إيه بقى؟ إتقان العمل ده يعني درجات، وإذا كان العمل كامل يعني، بس أنا بحسنه وأجمله، دي درجات في الإحسان. بس أصل العمل موجود، إنما أجي أنا أمشي قبل موعدي أو ما أخلصش شغلانة، يبقى ده أنا كده قصرت في الأمانة اللي ربنا سبحانه وتعالى أوكلها إلي في هذه الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. ربنا سبحانه وتعالى يحاسبني انا لما سبت دوري فاضي. الصحابه في غزوه احد بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم اداهم مهمه، قال لهم ما حدش ينزل من على الجبل لو اللي هم الرماة، لو شفتوا ايه اللي حصل، شفتونا انتصرنا انهزمنا، ما حدش يبرح الجبل. لما لقوا ان المعركه شبه انتهت نزلوا من على الجبل، فكانت النتيجه العكسيه، ان المجموع اصابته ايه؟ الهزيمة. ليه؟ لأن في مجموعة معينة ما أدتش دورها. ده هنلاقيه دايما في الحياة. مش النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود صحيح، بس أوامره اتنفذت ولا ما اتنفذتش، دول خلفه الأمر، ربنا تاب على الصحابة، دي حقيقة. بس في الآخر احنا تعلمنا هذا الدرس، انت على ثغر تقوم بحق هذا الثغر. طيب، بعض الناس وهو شغال في مكان مثلا وليكن وبيأدي وظيفة معينة، بيتخيل انه السعي ده ممكن يكون اعتراض على وضعه الحالي. لا طبعا، لا، في فرق كبير بين الاثنين. طبعا، ربنا اللي قال، طبعا ربنا اللي قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الهجره، ايه كان سبب الهجره؟ ايه سببها او ايه الدوافع اللي ادت للهجره؟ الواقع اللي كان في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في ضيق، وكان في استضعاف، وكان في اضطهاد للاسلام واهل الاسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسيب المبادئ، يسيب الدعوه، ولا غير المكان؟ يغير المكان. صلى الله عليه وسلم الهدف هي المبادئ، هي التعليم، هي غير الواقع والبيئة فتغيرت النتائج. مطلوب مننا كده بالعكس، السعي وتغيير البيئة وتغيير. وفي الحديث بتاع قاتل المائة نفس، في حكاية عن الرجل الذي أفتاه اللي هو العالم، قال واترك أرضك فإنها أرض سوء. عايز تتوب، سيب البيئة دي غلط، سيبها، واذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. كمان مطلوب من الإنسان أنه يسعى دائما
للتحسين والتصويب، وربنا سبحانه وتعالى بيؤتي الإنسان على داء الأجر سواء في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى في الترقي مع الله سبحانه وتعالى، أو في طريق السعي في الدنيا. وزي ما قلنا إن العمل وكفاية النفس والأهل من خير الصدقات في الإسلام. طبعا نحن نشكر حضرتك جزيل الشكر الشيخ معاذ شلبي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. نورتنا يا فندم. أهلا وسهلا. شكرا جزيلا ليك، شرفنا بحضراتكم.